بعد 20 عاما على افتتاح آخر معمل كهرباء في لبنان، ها هو معمل الجي يحظو أولى خطواته كنظيره في الذوق. في جولة رسمية شارك فيها وزير الخارجية جبران باسيل ممثلا رئيس الجمهورية ووزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل، كما وزير البيئة طارق الخطيب. افتتح المعمل رسميا علما أنه دخل حيز العمل منذ 4 أشهر. بيّن اليوم أنه هذا المعمل قدر أخذ وقت سريع بالنسبة للمشاريع يلي عم بتتم عبر الصناديق الدولية، وكلفة تمويله أقل لأنه في تمويل دولي لإله من مصارف خاصة بفوائد متدنية جدا وبنتائج فعالة، إن كان لناحية كلفة المعمل أو كلفة إنتاجه. الإساءة للناس يلي تعرضوا لها ناس كانوا عم بيشتغلوا، بيّنوا أنه اشتغلوا بكل ضمير وعملوا أحسن مشروع للدولة اللبنانية وبأرخص الأسعار وبيشوفوا حالهم فيه. مين بيحصل لهم حقهم وشرفهم وكرامتهم من بعد كل الإهانات والسوء يلي طالهم؟ بنصف 2018 خلينا نقول منكون زدنا قدرة انتاجية، قدرة تحويل وقدرة نقل على الشبكة بحوالي 1200 ميجاوات كهرباء. خطة قطاعية مهمة منها هي خطة منجزة، خطة موجودة وهي قيد التنفيذ، وما بقى يحمل مماطلة، ما بقى تحمل مماطلة تنفيذها بالسياسة، وما بقى تحمل تنربط بملفات أخرى مش أقل الانتخابات النيابية. معملا الذوق والجي يمدان اللبنانيين ب4 ساعات إضافية يوميا بقدرة إنتاجية تصل إلى 270 ميجاوات. الشيء المنيح باللي عم يصير اليوم بانه في عندك 78 ميجاوات اضافيه عم تنحط على الشبكه، اضافه لحوالي 160 او 170 ميجاوات انحطت بالاسبوع الماضي. هو انجاز لكل الناس اللي اشتغلت على هذا المشروع. رد بعتقد مش ما كثير عندنا وقت نضيعه بالرد. هي حملات بالاساس كانت مغرضه بشكل وبالمضمون وبالطريقه اللي صارت فيها. لليوم بعدنا بنسمع نفس الحملات والمعامل شغاله من 4 أشهر ونص. ياتي هذا المعمل تطبيقاً لخطة كهرباء الوزير باسيل منذ عام 2010، وأن تأخرت الخطة الإنقاذية المرتقبة لصيف عام 2017، فأتى الافتتاح لتخفيف وطأة التأخير ومد المواطن بساعات كهرباء إضافية إلى حين وصول الخطة الإنقاذية إلى خواتيمها السعيدة.